ماي فريند، تخيل انه اليوم هو اخر يوم الك معانا بالحياة، بكرة انت مودعنا. اعدام ماي فريند، اعدام. ايشو رح تكون اخر امنية الك؟ خلينا نروح بالتفاصيل اكتر. ايشو الاكلة يلي حابب تاكلها باخر يوم بحياتك ماي فريند؟ لانه مثل ما قلتلك رح نودعك بكرة، ما رح نشوفك مرة تانية. سلامات ماي فريند. الحلقة مجنونة بعرف، ولكن ويلكم تو شاوي بلس. شاوي بلس، شاوي بلس، شاوي بلس. سلام سلام، سلام عليكم، معكم موسى الحلو، واليوم حلقة جديدة من برنامج شاوي بلس. حلقة اليوم مجنونة شوي، ولكن ماي فريند بهذا البرنامج بدنا نبلش ندور على الأفكار المجنونة، الأفكار اللي لسه ما حدا خطرت على باله. ما في حدا على اليوتيوب سوى هاي الفكرة، بلا كذب، ما في حدا على اليوتيوب العربي سوى هاي الفكرة. عشان هيك ماي فريند، هل أنت مستعد؟ فكرة لليوم كالتالي، رح أجيب أكلات طلب مساجين قبل كان محكوم عليهم اعدام وانعدموا، وكانت هاي الوجبة الاخيرة لألهم. رح احط الوجبة قدامي واتخيل حالي انا هذا المسجون يلي رح ينعدم تاني يوم. يعني احساس غريب كتير هذا الشيء، متأكد منه انا، ولكن نحن هون نجرب. رح اقلك شعوري اخر الفيديو لنحاول نوصل لمشاعر هاي الاشخاص يلي رح ينعدموا بعد بيوم. القائمة اللي جبت لكم اياها اليوم هي 10 اشخاص انحكموا بالاعدام و10 وجبات طلبوها قبل محاكمتهم. وقبل ما نبلش بالقائمة ماي فريند، بقول شغلي ماي فريند، مثل ما بتعرفوا كلياتكم هاي القناة قناة صغيرة وابو دروشان يعني على قد حالنا، بس والله مبسوط فيكم واحد واحد، وبقرا التعليقات وبرد على كل واحد فيكم وانا مبسوط. وفي تعليقات كتير بتقول انه انت انسان مظلوم باليوتيوب وانت لازم تكون قناتك اكبر من هيك. والله هذا الكلام لحاله بيكفي، صدقني ماي فريند، متابعتك لك ورسالتك وتعليقك هو شيء كبير بالنسبة لي، لانه انا مو هدفي اني اصير انسان مشهور ومعروف وتجي الناس تتصور معي. والله انا ما عندي مشكلة اصير مشهور، بس يعني انه تنويه ماي فريند. بس عندي طلب من كل واحد رح يشوف هذا الفيديو. بالفترة الأخيرة اليوتيوب شوي مخفف اقتراح القناة على العام، وحتى في إشعارات ما عم تصل للناس اللي مشتركين بالقناة، لذلك بتمنى أنك تكتب لي حاليا قبل ما تكتب لي أي تعليق تاني لو كانت الإشعارات عم توصلك من قبل. هذا أول طلب، طلبات كتير اليوم. الطلب الثاني هو إنه بس أنشر الفيديو. أنا ما بحب أطلب دائما إنه أول فيديو حطوا إعجاب وحطوا لايك ومدري إيش، بدي أحاول أكون طبيعي أكثر. يعني أنت وقت اللي بتكون عم تحكي قصة لصديقك ما بتقول له حط لي لايك مشان أكمل لك القصة، وما بحب أحط شروط اول الفيديو، وبتمنى اني ما اضطر اذكر دائما اول الفيديو بموضوع اللايك، لانه الفيديوهات اللي بيجي عليها لايكات اكثر بيقترحها اليوتيوب لاشخاص ثانيين وهيك تكبر القناة. مشان هيك تمنياتي من كل شخص بيعجبه الشيء اللي عم بساويه انه دائما دائما ينتبه اول ما يبلش الفيديو يحط اعجاب وبعدها يكمل، ولو ما عجبك الفيديو عن جد شيل الاعجاب. انا بتقبل اي راي معاك ماي فريند بكل الاراء. بنجي على الطلب الثالث ماي فريند والاخير، بنهايه هذا الفيديو لو عجبك بتمنى انك تشيل الرابط وتشاركه على الحالي على الواتساب تبعك، تشارك مقطع من الفيديو على الانستغرام مع رفقاتك، هيك ممكن تكبر القناه اكثر. انتوا الاشخاص يلي ممكن تكبروا القناه، لانه انا لحالي ما راح احسن اكبر القناه. والله زعلت على حالي يا رجل. ماي فريند واي، لماذا؟ والله نحن كويسين واضاءه وافلام. وحاليا انهي لي اللعي وبلش لي بالفيديو. شاوي بلس، شاوي بلس، شاوي بلس. في السجون الامريكيه في تقليد او عاده بيتبعوها مع المساجين المحكومين بالاعدام، واللي هي انه قبل يوم الاعدام بيوم او يومين بيسالوهم لو كانوا حابين ياكلوا اكله معينه، فبيطلب كل مسجون امنيته الاخيره والاكله اللي حاب ينهي حياته فيها. يعني الموضوع مشابه الى حد ما، بس تضرب لك طنجره محشي مع لحمه ودهنه من تحت وتضل تضرب لبين ما الرز يطلع من عيونك، وبعدها بتروح على المستشفى، بعدها بتتوفى. بنقول لك سلام عليكم. كان معكم موسى الحلو، شكرا للمتابعه. هذا هو كان فيديو اليوم. هدي هدي ماي فريند، وين رايح؟ خليك تعال تعال، ما بتحمل مزح يا رجل. خلص تعال تعال، خلص يلا نبلش لك الفيديو. بالمرتبة الأولى عنا القاتل جون وين جيسي. جون وين كان مدير لثلاث فروع KFC بالسابق، والزلمة بيحب بطنه كتير كتير. فلما صار موعد محاكمته قبل بيوم طلب وجبة مؤلفة من وجبة أرايدس اللي هو ربيان، وبروست الدجاج من KFC لأنه متعود على الطعمة، وأكد عليهم تكون الوصفة من عند KFC، مع بطاطا وشوية فريز بقى مشان يحلي. يعني جون وين ما بتحسه انه رايح ينعدم بعد بيوم، لا، كانه اجته عزيمه من رفيقه البخيل وقال لك لنفتح له. فخلونا نجرب اول وجبه للسجين رقم 1. هاي الوجبه مثل ما شايفين ماي فريند، كريسبي دجاج، بطاطا، وقريده سربيان، وهون عندنا فريز مشان نحلي. طيب خلونا نتخيل انه هاي هي اخر وجبه لالي، انا حاليا بالزنزانه تبعي، وبكره هو يوم اعدامي. يعني انا
بحياتي ما سويتك تجربة والأكل طيب، ولكن ما بتحس حالك مستمتع كتير إذا أنت عم تفكر إنك راح تموت بكرة؟ موضوع كتير غريب ماي فريد. والله يعني كان عم يدلع نفسه، يعني ربيان بطاطا كريسبي فريز، وجبته كانت حلوة بصراحة. لأكون جدي الأكل طيب، بس طالما أنا حاطط حالي بمكان الشخص ما بتوقع أني راح أحسن أكل. على الجانب الثاني، لو أنا ما أكلت راح أموت جوعان. لا حجي ليش ناكل، نروح نقابل ربنا ببطن مليان على الأقل. خلينا نروح على السجين اللي بعده ونجرب الوجبة اللي طلبها. السجين الثاني هو فيكتور هاري فيجر، متهم بالاختطاف والقتل ومحكوم بالإعدام شنقا. هذا الشخص كان طلبه من أغرب الطلبات يلي موجودة بهاي القائمة، ولكن مو الأغرب. قبل تنفيذ حكم الإعدام شنقا بهذا الشخص، طلب زيتونة وحدة مع بذرتها، ولكن بصحن مرتب وشوكة وسكينة، حابب أنه يعيش اللحظة، بس أكد على موضوع أنه تكون الزيتونة ببذرتها. راح أخبرك ليش، ولكن بعد ما نجيب الوجبة تبعه. هاي الوجبة الثانية يلي هي زيتونة مع البذرة تبعها. راح اخبركم ليش طلب زيتونة ونحن عم ناكل. بس اول شيء، بما انه كان طلبه كلاسيكي لازم نشتغل كلاسيكي ماي فريند. شوكة وسكينة، بلش نقطع الزيتونة وناكل. شوي مر. قالك شو، هذا هو السر ماي فريند يلي خلاه يطلب هاي الأكلة. طلب فيكتور فيجر الغريب هذا كان له تفسير، لأنه بعد ما نفذوا حكم الإعدام فيه وراحوا ليدفنوه، لقوا بقلب جاكيته بذرة الزيتون. والتفسيرات كانت أنه فيكتور فيجر حب يدفن بذرة الزيتون معاه بس يموت، مشان بالأيام تطلع شجرة زيتون وتحيي ذكرى موته. بصراحة الفكرة حلوة وذكية، يعني كرياتيف شوي. رقم 3 بقائمتنا لليوم هو فيليب ووركمان. هذا المحاكم تم اعدامه لانه قتل شرطي بامريكا، وقبل اعدامه طلب انه يعطوا بيتزا نباتيه لاحد المشردين بولايه ناشفيل. هو عن نفسه ما بده ياكل. هاي البيتزا النباتيه، تفضل يا سيد ووركمان. لحظه، طلبوا للسيد ووركمان الرفض، ما عطوا بيتزا نباتيه لاحد المشردين وأعدموه للزلمة. ولكن الخبر وصل لأحدى المنظمات الخيرية، ولما سمعوا أنه كانت أمنيته الأخيرة أنه يعطي بيتزا كبيرة لأحد المشردين، طلبوا المئات من البيتزا ووزعوها عن روحه لكل المشردين بولاية ناشفيل. حركة كمان حلوة وتحسب له، برافو عليه، الله يرحمهم جميعا. نحن ما نتمنى لهم إلا الخير، يعني حتى لو كانوا مجرمين. أنا ما أكلت بيتزا وحياة حماتي، ما بعرف مين أكلت، يمكن شوي بلس ولا حدا. خلينا نروح على الرقم 4 ونشوف الطلب الغريب يلي جاي معانا. ايلين ويرناوس، السجينة رقم 4 واللي رفضت انه تاكل وجبتها الاخيرة، وطلبت بس فنجان قهوة سادة على روح المرحوم. معاها شيء بيزعل، القهوة سادة مرة. بس ايلين كانت شايفة الموضوع من منظور تاني، لانه هي قالت قبل ما ياخدوها على الاعدام، انا ماني مطولة، راجعت لكم بيوم 6 شهر 6. ولكن من هداك اليوم ما عاد حدا شافها. ماي فريند، ما انت صرتي تحت التراب، وين ترجعينا؟ الله يرحمك ويحسن اليك، شكرا على القهوة. هم نروح للسجين رقم 5 ماي فريند. الرقم 5 بقائمتنا لليوم هو جون سبينكولينج. هذا ما طلب لا أكل ولا عزب حاله، طلبه كان شغلة واحدة بس، النينة ويسكي جاك دانيلز. الزلمة بده يروح يواجه ربه وهو سكران، يعني زي مو فرحان معه، على النار على النار. وبالفعل وفقوا له على طلبه وجابوا له النينة جاك دانيلز، وبلش كرع صاحبنا لحد ما سكر على الأخير، وحتى حراس السجن شاركوه بالأنينة. صح، شوفوا صورته، ما بتحسوه بيشبه تومي شيلبي؟ How you doing mate؟ عراسة بشريك والله كله تمام. My love stay in this life. يا حويتك والله، اول شبابك مثل الورده. انا وانا بيت ران، يلا الله لا يردك، دبحت العالم بالمسلسل. تشيز مي وي. بس المحكمة أصدرت قرار بعد إعدام هذا الشخص أنه يشيل الكحول من قائمة الطلبات، لأنه بده يصير الحاضي والماضي، يسكر يتخدر ويروح على حكم الإعدام وما يحس بشيء ومو فهمان شيء أصلاً. هو حكم الإعدام شان تحس بتأنيب الضمير أنه أنت يعني كنت مجرم، مو تروح مطفي ماي فريند. ومشان ما تصير القائمة كتير طويلة والفيديو يصير أطول وأطول، قسمت الفيديو لجزئين، والجزء الثاني رح تشوفوه بأول أيام شهر رمضان المبارك. إن شاء الله بينعاد عليكم، ولا تنسى تشارك الفيديو، شاركوا يا زلمة.